نسبة الجمهور يعني الأمور لسه لم تحسم بعد بشأن حضور الجماهير. الكاف وافق على 10,000، لكن لسه الأمور ما تحسمتش بخصوص الحضور. الأهلي طبعا كان طلب 20,000، الكاف وافق على 10، لكن الأمور كلها في إيد الدولة المصرية اللي أكيد هي أدرى بكل الظروف اللي تتناسب بهذا الحدث وهذه المباراة. القرار في إيديهم هم في الآخر يعني. طيب، كمان في مكافاه اجاده للاعبي الاهلي بعد الفوز على الترجي في تونس، وده بعد ما الكابتن سيد عبد الحفيظ نسق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثه الفريق في تونس، وقرروا ان هم يصرفوا مكافاه اجاده للاعبين، وهم يستحقوا بصراحه اللعيبه بعد الاداء الكبير والمبهر في مباراه الامس. الفريق هيبقى ايه الفتره الجايه؟ برنامجه عامل ازاي؟ راحه النهارده وبكره 48 ساعه، ويستأنف تدريباته يوم الثلاثاء ان شاء الله عشان يبتدي استعداداته لمباراه الترجي. وده كان امر مهم جدا ان انت تلتقط الانفاس بعد مباراه كانت فيها مجهود بدني وفني كبير جدا زي مباراه الامس. معسكر هيكون مغلق للاهلي بدايه من يوم الخميس، يعني قبل 48 ساعه من المباراه الفريق هيخش معسكر، وده قرار تم اتخاذه من قبل مستر بيتسو موسيماني بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واللي كمان كابتن سيد اكد على استمرار الحظر الاعلامي على لاعبي الاهلي. والجزئيه دي مهمه قوي قوي، لان احنا يعني مره من المرات كده حصل، لو نفتكر بعد مباراه الذهاب امام الوداد في 2017 مع الكابتن حسام البدري، كسبنا هنا، او كنا عايز افتكر كانت انهي مباراه، مش فاكر يعني، في مباراه كده كانت مع الوداد كسبنا هنا ورحنا خسرنا هناك، فبعد ما كسبنا هنا الناس احتفلت، او بالتحديد برضو افتكرت مباراه النجم الساحلي كسبنا 6-2، وافتكرنا ان احنا خلاص خدنا البطوله، وكان لسه عندنا مباراه الوداد في النهائي. لكن انا من الناس اللي اتفاجئت، لقيت الكابتن حسام والكابتن سيد معوض والناس الجهاز الفني كله بيطلع في التلفزيون، وبعض اللاعبين شاف احنا لسه ما خدناش بطوله ساعتها يعني. فبرضو كان قرار صعب شويه، لكن الكابتن سعد عبد الحفيظ اكد على استمرار الحظر الاعلامي على لاعبي النادي الاهلي، وده امر مهم.